معاكم حسام مشاهدينا الكرام. دلوقتي هنتكلم في موقع جديد، وإن شاء الله كده الموقع ده هو عشان نبقى نكون مع بعض. هو هيحتاج منديات، هو مش فري، بيدي فترة مجانية مؤقتة، لكن بعد كده بيحتاج إنك تدفع فلوس، وعشان تكون شديدة تستفاد حتى بالاستعمال المكاني غير لما تدفع فلوس. تمام؟ الموقع ناخد أكونت بس نبز عنه ممكن نعرف اللي فيه. أول حاجة هو أنا عامل كودين واخد فيهم 2 درهم 94 جنيه. اللي بيتكلم هو دلوقتي عن فيديوهات بتحضرها بتاخد عليها ربح، كل واحد فيديو بياخد 1.47، أوكي؟ لو 1.47 درهم حسب بقى كل بلد بعملتها، بس هيبقى المقابل بيبقى نفس السعر إن شاء الله. تمام. أول حاجة عندنا البيت فيديو بير داي بالترايل، اللي هي الخطة المجانية، تبقى 14 يوم، بيبقى في اليوم 247 جنيه. ده الربح بتاخده ايه في الفيديو الواحد، وهما فيديوهين يعني هما 4 سنين ربح اليوم. الأسبوعي هيبقى 20.57 درهم. الخطة بتاعت الطلاب تبقى 4 فيديوهات بنفس السعر، هيدي معاك في ال بس ايه السعر ده لازم تدفع فيه 143.25 درهم في السنة. تمام. الربح اليومي بتاعه بيدي لك 5.88، الربح الأسبوعي 41.14، والشهري 176.31، والسنوي 2115.75. طيب نيجي هنا الباقة اللي بعدها الاكسبيرت، دي بتبقى 345، ربح يومي بيصل الى 3.67، وربح الاسبوع بيصل الى 102 درهم و85 فلس، وربح الشهر 440، والربح السنوي 5289.83. طيب وهكذا الباقات التانية. عندنا طبعا باقات البيزنس دي بتبقى 22 اعلان، لازم 22 فيديو تحضرها. تانية بيبقى 100 فيديو عشان تقدر تربح الأرقام، بس 100 دي بيبقى إيه السعر اليومي بتاعها اللي هو الأخير ده 3 يوم، 3 درهم بكل إيه شهر. طيب نبدأ. طيب كده تمام. ندخل بعد كده على إيه ده، عرفنا الباقات بتاعتنا، الديبوزيت والوزدرو يبقى ازاي. الايداع من هنا عندنا في بيتكوين بيرفكت ماني، اوكي، وريسا دي بتاع البنين كوينز اونتي زامبيا. اوكي حاليا معانا بيرفكت ماني والبياع، ده اللي ممكن نعمل. ممكن البياع على فكره الفيزا يجي معاك، مثلا هنقول ان احنا هنحط هنا الباقة او نشوف الباقة الشهرية كام، بس عشان نشيك هو اسمه مش حسيت حاليا، مفيش عصير، بس هنشيك ازاي نعمل الفيزا. تمام. الطاقة يعني حوالي 40 دولار. طيب مثلا عايزين في طبعا يعني يندكس كوين بيساعد ان انت تعمل اكستشينج عليها، يعني تقدر تدفع مع مباير بس بيجيلك اكستشينج. تمام. طبعا انا مينفعش معاك غير بالدولار والبي تي سي. طيب لو بالدولار طبعا مش معاك الفيزا في الحالة دي. طيب في الحالة دي انت لو عندك اي واحد من دول، تمام،
اللي هو بيتكوين بيتكوين كاش، فأنت تقدر تحول لو فرضا ما كان في مشكلة معاك في الموضوع ده، انت بتشحن البيير من عن طريق ان يعني الاكونت نفسه بتشحنه، تمام؟ بياخد تقريبا 5 دولار، وزي 5% يعني حوالي 10 دولار. لكن هو اللي فعلا يعني اللي هيمشي معاك البيير، او يعني هتضطر بالكوين يا اما البيرفكت ماني او بيرفكت ماني. تمام، ده طريقة البيع. ندخل على ال نعمل ساين اوت في التسجيل. ندخل هنا على ريجستر، يوزر نيم، ايميل، باسورد، كامل كونفيرم باسورد، تختار البي ان لان ده مهم جدا، لازم تكون عارفه عشان نستعمله في خلال الويزدرو لو لما تطلع الفلوس، والفون، تمام، الفيريفيكيشن ده كله تمام، امور عاديه مش اي مشكله. تمام، فبالتالي ده الموقع فكرته، وارجو ان الفيديو يكون يعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله فيديوهات تانية جديده باذن الله. طبعا اللي عايز يسجل هيبقى التسجيل تحت الديسكريبشن في الوصف، هيلاقي اللينك للتسجيل. تمام، شكرا جدا.